الشباب الأعزاء، نحن ندرس اليوم عن الصحافة، فهنا نناقش عن التعريفات المختلفة للصحافة، وكذلك نحن نناقش عن الوظائف الهامة للصحافة، وكذلك نناقش عن أنواع المختلفة للصحافة. فأولا، ما هو أو ما هي الصحافة؟ الصحافة بالعام هي أساس من أساس النهضة الأدبية الحديثة، وعامل من أهم عوامل انتشار اللغة الفصحى، ووسيلة عامة لتقديم الأبحاث الأدبية والعلمية والسياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية إلى عوام الناس في المدن والقرى. فوراء كل عملية التقدم وعملية التطور الثقافية والاجتماعية والعلمية والأكاديمية، وراء هذه التقدمات، وراء هذه التطورات، هنا دور هام للسياسة للصحافة. للصحافة دور هام في هذا التطور، فهي أساس من أساس النهضة الحديثة. وفي هذا الصدد قال الإمبراطور نابليون الأول، قال عن دور الصحافة وعن أهمية الصحافة، فقال الإمبراطور: الصحافة من أعلم الأركان التي تشيد عليها دعائم الحضارة والإمرة. الصحافة من أعظم الأركان التي تشيد عليها دعائم الحضارة والإمرة، هكذا قال الإمبراطور نابليون الأول عن الصحافة. وهنا يقول الشيخ إبراهيم اليازجي يقول عن الصحافة: الصحافة هي جليس العالم وأستاذ المريد والموعد الذي يتلاقى فيه المفيد والمستفيد. فهنا الصحافة جليس العالم، أي جليس العالم صديق العالم، وهنا مناقشات بين الصديقين، وهكذا هنا يستفيد العالم من صديقه. من الصديق؟ الصديق هنا الصحافة. ومن الصحافة يتعلم، ومن الصحافة يكتسب معلومات كثيرة، ومن الصحافة يكتسب العالم معلومات كثيرة، ويوسع دائرة معرفته للعالم. وكذلك والصحافة أيضا أستاذ المريد، جليس العالم وأستاذ المريد، فالمريد هنا المتعلم، فالصحافة بالنسبة للمتعلم هو أستاذ، فالصحافة هي أستاذ بالنسبة للمعلم متعلم. وكذلك والصحافة هي الموعد أو المكان الذي يتلاقى فيه المفيد والمستفيد. المفيد هنا العالم أو العارف، وكذلك هنا الصحافة أيضا المفيد، وكذلك المستفيد، أي من الصحافة نحن نفيد ونستفيد. فهكذا يقول الشيخ إبراهيم اليازجي عن الصحافة: فالصحافة هي جليس العالم وأستاذ المريد والموعد الذي يتلاقى فيه المفيد والمستفيد. هنا تعريف للصحافة. كيف نعرف الصحافة لغة؟ وكذلك كيف نعرف الصحافة اصطلاحا؟ بالنسبة إلى التعريف اللغوي للصحافة، الصحافة كلمة مشتقة من الصحف. الصحف هي جمع صحيفة، صحيفة جمعه صحف، من الصحف
اشتقت كلمة الصحافة. أما الصحيفة هي التي يكتب عليها كما وردت في لسان العرب. في لسان العرب ألف كلمة الصحيفة ما يكتب عليه، هذا هو الصحيفة. هكذا قال، هكذا وردت في لسان العرب، في معجم لسان العرب هكذا وردت: الصحيفة هي التي يكتب عليها. أما الصحف، أي جمع صحيفة، الصحف لها معنى مختلفة، للصحف أيضا معنى مختلفة، ومنها المعنى، معنى الواحد للصحيفة: الكتب المنزلة. الصحف الكتب المنزلة، الكتب المنزلة، الكتب السمائية، كما وردت في القرآن الكريم: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالمراد بها الصحف، بالصحف هنا في القرآن الصحف المنزلة، الصحف السمائية المنزلة للأنبياء الله تعالى، وهذا أيضا المراد بالصحف. وكذلك ومنها الرسالة، والمعنى الأخرى، والمعنى الآخر للصحف، المعنى الآخر للصحيفة أيضا الرسالة، وهذه أيضا المعنى للصحيفة. أما تعريف الاصطلاحي للصحافة، ما هو التعريف الاصطلاحي للصحافة؟ يرى أديب مربع، وهو مؤرخ صحفي وصحفي عربي عالمي، وهو يعرف في كتابه مدخل إلى الصحافة العربية، يقول أديب مروى أن الصحافة لها مفاهيم مختلفة، أي للصحافة مفاهيم مختلفة، ومنها، أي من المفاهيم المختلفة للصحافة، المفهوم المادي، والمفهوم الاصطلاحي، والمفهوم العام. وهنا المفهوم المادي، والمفهوم الاصطلاحي، والمفهوم العام. وما المراد بالمفهوم المادي؟ المفهوم المادي للصحافة هو صناعة نشر الصحف الدورية المطبوعة والكتابة فيها. فهنا بالمفهوم المادي، نحن نأخذ هذا المفهوم المادي للمناقشة. فما هو المفهوم المادي للصحافة؟ الصحافة هو صناعة نشر الصحف الدورية المطبوعة أو غير ورقية أو إلكترونية، ونشر الصحف هذا هو صناعة، هذه صناعة تعرف بالمادي، بالمعنى المادي للصحافة. والكتابة فيها، والكتابة أي كتابة الأخبار وكتابة المقالات، وهذه المواد المختلفة، الفنون المختلفة للصحافة، في الصحافة هذه الكتابة، هذا أيضا المراد بالمفهوم المادي للصحافة. فما المفهوم المادي للصحافة؟ المفهوم المادي للصحافة صناعة نشر الصحف الدورية المطبوعة والكتابة فيها. فيتضمن هذا التعريف المادي الجوانب المادية المتعلقة بالصحافة، من الإنتاج، الطباعة، والطباعة، وآلات الطباعة، والأعمال المتنوعة لنشر الدوريات. أي هذا المفهوم المادي يتعلق، يلمس جميع الجوانب المادية في صناعة الصحف، مثل الطباعة، ومثل آلات الطباعة، ومثل الإنتاج، وكذلك والأعمال المختلفة، أي تحرير، أعمال التحرير، وأعمال الإخراج، وأعمال التصوير، وأعمال التصميم، وأعمال التصميم، وأعمال الرسم، هكذا هذه الأعمال. وكذلك الآلات في الطباعة، في طباعة الصحف، وهذه أيضا تندرج ضمن هذا المفهوم المادي،
كما قال الأديب مروع. والمفهوم الاصطلاحي، وهنا المفهوم الثاني، المفهوم الثاني للصحافة وهو فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة وانتظام وذوق سليم مع الاستجابة لرغبات الرأي العام وتوجيهه والاهتمام بالجماعات البشرية وتناقل الأخبار ووصف نشاطها ثم تسليتها وتسجية أوقات فراغها. فما المفهوم الاصطلاحي للصحافة؟ كما يقول الأديب مروع في كتابه المفهوم المصطلح، المفهوم الاصطلاحي للصحافة هو فن تسجيل الوقائع اليومية، أي تسجيل الوقائع، تسجيل الأحداث الجارية، تسجيل الأحداث اليومية في الصحافة أي في الصحف، أي نشر الأخبار اليومية بدقة وانتظام، بدقة أقصى دقة في نقل الأخبار، وكذلك نشر الأخبار بانتظام على أوقات معينة وبذوق سليم، بدون ذوق خاطئ أو بدون ذوق مرضي، بل بذوق سليم، دون اعوجاج، دون تعصب، دون أي تعصبات سياسية أو دينية أو غير ذلك من التعصبات. فمفهوم الاصطلاحي أولا فن تسجيل الوقائع اليومية بذوق سليم بدقة وانتظام مع الاستجابة لرغبات الرأي العام، أيوة هذا التسجيل لا بد أن يكون مستجابة لرغبات الرأي العام وتوجيهه، أي توجيه الرأي العام أيضا هو مصطلح والمفهوم الاصطلاحي أيضا للصحافة. والاهتمام بالجماعات البشرية، فعلى الصحافة الاهتمام بالجماعات البشرية human group، الجماعات البشرية، وتناقل أخبارها، وعلى الفن تسجيل، وكذلك فن تناقل الأخبار، تناقل الأخبار ووصف نشاطاتها، نشاطها المجتمعات البشرية، نشاط الأنشطة المتعلقة بالمجتمع البشري، هذا المراد بتناقل الأخبار، وكذلك المراد بتسجيل الوقائع اليومية. ثم تسليتها، أي وعلى الصحافة تسلية المجتمع أيضا، أي هنا وظيفة تسلية أيضا أكثر. وتسجية أوقات فراغها، أي تسلية والتسجية أو تسلية الأوقات الفراغية للمجتمع البشري. فهذا هو المصطلح، وهذا هو المفهوم الاصطلاحي. أيضا نحن نقرأ أيضا هذه المفهوم، المفهوم الاصطلاحي للصحافة هو فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة وانتظام وذوق سليم مع الاستجابة لرغبات الرأي العام وتوجيهه والاهتمام بالجماعات البشرية وتناقل أخبارها ووصف نشاطها ثم تسليتها وتسجية أوقاتها. فهذا هو المفهوم الاصطلاحي. أما الدكتور محمود عزمي يقول، وهو يعرف عن الصحافة، وهو يعرف عن الصحافة بقوله
إنها وظيفة اجتماعية. الصحيفة الصحافة وظيفة اجتماعية. It is a social responsibility or social work. وظيفة اجتماعية. ومهمتها أي duty of journalism. مهمة رسالة. ومهمتها الصحافة توجيه الرأي العام مهمة الصحافة توجيه الرأي العام عن طريق نشر المعلومات والأفكار الحرة الناضجة مفعمة مناسبة إلى مشاعر القراء في خلال صفحة دورية. فهذه التعريف هذا هو التعريف آخر للصحافة. فالصحافة وظيفة اجتماعية. أولا هي وظيفة اجتماعية. وثانيا ومهمتها العام هو توجيه الرأي العام. وكذلك بنشر المعلومات والأفكار الحرة الناضجة. الأفكار غير مروجة والأفكار السليمة والأفكار الناضجة والأفكار التي توافق والتي والأفكار التي تساعد لتوجيه الرأي العام. مفعمة ومناسبة بالمعلومات وكذلك ومناسبة إلى مشاعر القراء. أي لا بد أن يخاطب تخاطب الصحافة لمشاعر القراء. فلا بد أن تكون لغة الصحافة مناسبة للغة المجتمع أي لمجتمع القراء. وذلك في خلال صفحة صحف دورية. والصحافة هي رسالة. ومما سبق عرفنا الصحافة هي رسالة. فالصحافة هي رسالة قبل كل شيء. وموهبة واستعداد وفن وعلم. الصحافة هو كل شيء. فالصحافة هي موهبة وكذلك الصحافة هي استعداد من الفرد الصحفي وذلك الصحافة فن وكذلك الصحافة علم وهي المهنة الصحفية. الصحافة معنا هي المهنة الصحفية. المهنة والصحافة هي المهنة الصحفية إذا كانت صادها مكسورة معنى الصحافة. وإذا تلفظنا بصحافة فالمراد بصحافة هي المهنة الصرفية. المهنة الصرفية معنى طباعة الصرف وكذلك جمع المعلومات وجمع الأخبار وكذلك نقل الأخبار وكذلك نشر الأخبار وكذلك تحرير الأخبار. وهذه كلها مهنة. فالصحافة بكسر الصاد صحافة مهنة. وهي مجموعة ما ينشر الصحف وهو مجموعة الصحافة. فإذا كانت صادها مفتوحة صحافة معنى مجموعة ما ينشر صحافة أي المادة التي تنشر. المادة التي تنشر هي الصحافة. أما المهنة وراء نشر المواد هي المهمة أي الوظائف وراء نشر الأخبار وهذه هي الصحافة. وهنا نحن نتعرف عن المصطلحات في مجال الصحافة. وهنا العرب لم يستخدموا الصحافة بمعناها الحالي. لم يستخدم العرب مصطلح الصحافة أو صحيفة. ولكن لم
وللدلالة على الجرائد والمجلات. لم يستخدموا العرب لم يستخدم العرب مصطلح الصحافة أو الصحيفة للدلالة على الجرائد والمجلات، بل استخدموا اصطلاحات مختلفة. ومن بين هذه المصطلحات، وكان العرب يستخدمون كلمة الوقائع للدلالة على الصحف، كانوا يستخدمون يتداولون كلمة أو مصطلح الوقائع، ومنها الوقائع المصرية أي الصحيفة الأولى، الصحيفة العربية الأولى ظهرت في العالم وذلك في مصر، الوقائع المصرية. فهذه الوقائع هو الذي فهذا الوقائع أي الكلمة المصطلح الوقائع هو الذي استخدمه أو استعمله العرب في أول الأمر. وكذلك استخدموا اسم الجورنال، جورنال من اللغة الإنجليزية أيضا جورنال، فسموا بهذا الاسم صحيفة حديقة الأخبار بجورنال، حديقة الأخبار لخليل الخوري، لخليل الخوري وهو صاحب حديقة الأخبار باسم جورنال، فسمى العرب حديقة الأخبار صحيفة الأخبار بجورنال. وكذلك أما أول من اختار لفظة صحيفة، أول أديب أو أول صحفي استخدم أولا كلمة الصحيفة هو الكونج رشيد الدحداح اللبناني. الرشيد الكونج هو الذي استخدم أولا مصطلح صحيفة. الكونج رشيد الدحداح اللبناني وهو صاحب جريدة برجيس فارس، برجيس فارس أول صحيفة عربية صدرت خارج العالم العربي وذلك من لندن، وهذه الصحيفة الأولى خارج العالم العربي، وهذه هي برجيس فارس لكونت الرشيد الدحداح اللبناني، وهو الذي أولا استخدم صحيفة كلمة الصحيفة. وأول من استعمل اصطلاح الجريدة، أي هنا استعمل العرب أو الجريدة أيضا للدلالة على الصحف، وهو أحمد فارس الشدياق هو الذي استخدم كلمة أو مصطلح الجريدة. وأحمد فارس الشدياق وهو صاحب جريدة مشهورة من الأستانة الجوائب، هو صاحب جريدة الجوائب، هو الذي استخدم أولا مصطلح الجريدة. وأول من استعمل كلمة المجلة، مجلة وهو صاحب مجلة النخلة، استعمل القس لويس سابونجي واستعمل مصطلح النشرة، استعمل مصطلح النشرة للدلالة على الصحف، وهو صاحب مجلة النخلة، من القس لويس سابونجي. أما أول من استعمل اصطلاح مجلة، لتمييز المجلات من الجرائد، أي هنا الجرائد وهنا المجلات لتمييز وهذه الصحف أيضا، لتمييز الجرائد من المجلات أو المجلة من الجرائد، استخدم أولا مصطلح مجلة، فهو الشيخ إبراهيم اليزدي هو الذي استخدم أولا أو هو الذي تداول أولا مصطلح المجلة، وذلك لتمييز المجلة من الجرائد، وذلك حين تولى إصدار مجلة الطبيب في عام 1884، أي استخدم الشيخ إبراهيم اليزدي مصطلح المجلة حينما تولى إصدار مجلة الطبيب في عام 1884. وأما أول من استعمل اصطلاح الصحافة،
أول من استعمل مصطلح الصحافة للدلالة على صناعة الصحف وكذلك والكتابة فيها فهو نجيب الحداد. الشيخ نجيب الحداد هو الذي استعمل مصطلح الصحافة للدلالة على مهمة الصحافة، وذلك حينما كان صاحب صحيفة لسان العرب. نجيب الحداد وهو صاحب المجلة وهو صاحب صحيفة لسان العرب هو الذي استخدم أولا مصطلح الصحافة، ومنها أخذت كلمة الصحفي، أي من الصحافة أخذت كلمة الصحافي، كلمة الصحافي من الصحافة. الصحافة كلمة تستخدم للدلالة على أربعة معاني. هنا تعريف: الصحافة كلمة تستخدم للدلالة على أربعة معاني. يرى فاروق أبو زيد في كتاب يعني الصحافة، ويقول إن الصحافة كلمة تستخدم للدلالة على أربعة معاني. المعنى الأول: الصحافة بمعنى الحرفة. الصحافة بمعنى الحرفة كما سبقنا القول الصحافة مهمة الصحافة، فهنا أيضا الصحافة لها معنى بالحرفة. الصحافة بمعنى الحرفة جوب، ولها جانبان، أي لهذه الكلمة الصحافة بمعنى الحرفة جانبان. جانب الأول جانب يتصل بالصناعة والتجارة، فالجانب الأول لحرفة الصحافة يتصل بالصناعة والتجارة. الصناعة والتجارة هو أيضا صناعة الصحف وتجارة الصحف، صناعة المجلة وتجارة المجلة، وهذه أيضا تندرج ضمن مهمة المعنى بالحرفة، حرفة الصحافة مهمة الصحافة، وذلك من خلال عمليات الطباعة والتطوير والتوزيع والتسويق والإدارة والإعلان، وهذه الأعمال كلها، أي عملية الطباعة وكذلك عملية التطوير والتوزيع والتسويق والإدارة والإعلان، وهذه كلها تتعلق بالجانب الأول، وذلك بمعنى يتصل بالصناعة والتجارة. أما الجانب الآخر لحرفة الصحافة يتصل بالشخص الذي اختار مهنة الصحافة، وهو صحفي، والصحفي هو الذي يقوم بالأعمال الصحافية. فالحرفة هنا نوعان: حرفة تتعلق بصناعة الصحف وتجارة الصحف والتسويق وإدارة الصحف والإعلان في الصحف، وهذه كلها تتصل بجانب الحرفة أيضا. والجانب الثاني التي وهو يتعلق أو يتصل بالشخص الذي يقوم بمهمة الصحافة، فهذا الجانبان للمعنى بالحرفة. وأما المعنى الثاني للصحافة، هنا معنى المادة. الصحافة بمعنى المادة ليس بالحرفة، بمعنى المادة التي تنشرها الصحيفة. المادة المراد بنا المادة هي ما التي تنشر الصحافة، مثل الأخبار والتقريرات والتحقيقات والبحث الصحفي وكذلك الحديث الصحفي وكذلك فنون كثيرة، هنالك فنون مختلفة، وهذه الفنون تعرف بمادة الصحفية وهي التي تنشر.
في الصحف كالأخبار والأحاديث والتحقيقات الصحفية والمقالات وغيرها من المواد الصحفية تندرج ضمن هذا المعنى أي المعنى المادة، وهي بهذا المعنى تتصل بالفن والعلم. أما المعنى الأول تتصل بالحرفة، وهذه الحرفة لها جانبان، جانب يتصل بالتجارة والصناعة وجانب يتصل بالشخص. أما المعنى المادي بمعنى المادة هي تتصل، هذا المعنى يتصل بمن؟ يتصل بالعلم والفن أي فن الصحافة، علم الصحافة، هذا المراد بالمعنى الثاني بمعنى المادة. أما المعنى الثالث للصحافة، المعنى الثالث للصحافة الصحافة بمعنى الشكل، أي شكل الصحافة، شكل الصحافة التي تصدر فيه، فالمراد هنا المجلات وكذلك الجرائد وكذلك الجرائد اليومية، الجرائد الأسبوعية، وكذلك الجرائد المسائية والجرائد الصباحية، وكذلك هنا أنواع مختلفة للجرائد وكذلك أنواع مختلفة للمجلات. فهذه أول مراد بشكل المجلة أو بشكل الجرائد، فالمراد هنا الصحافة أي المعنى الثالث للصحافة والمراد بمعنى الشكل. فالصحف دورية مطبوعة تصدر من عدة نسخ، أي صحف دوريات، دورية معنى periodicals، إما يومية أو أسبوعية أو نصف أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية هكذا. وهذه الدوريات تنشر تصدر من عدة نسخ، فهذا المراد بالشكل. وتظهر بشكل منتظم، أي بدوري منتظم في مواعيد ثابتة، لها لهذه الصحف موعد خاص، إما صباحيا أو مسائيا أو سنويا أو أسبوعيا أو نصف أسبوعيا أو نصف شهريا أو شهريا، وهذه هي المواعيد. فلكل صحف موعد خاص، فعلى الصحف أن تصدر هذه الصحف أو الجرائد بشكل منتظم في مواعيد ثابتة متقاربة أو متباعدة، متقاربة يوميا أو أسبوعيا، متباعدة نصف أسبوعي أو نصف شهري أو شهري أو فصلي، فهذه هي المتباعدة، في مواعيد متباعدة أو في مواعيد متقاربة تصدر هذه الصحف بانتظام. أما المعنى الرابع للصحافة، المعنى الرابع للصحافة بمعنى الوظيفة، ليست بحرفة، الوظيفة هنا مختلف والحرفة هنا مختلف. والصحافة بمعنى الحرفة التي تؤديها، الحرفة ماذا؟ التي تؤديها فيها المجتمع الحديث، أي كونها رسالة. هنا للصحافة وظيفة، للصحافة، أي الوظيفة الأولى نشر الأخبار، والوظيفة الثانية توجيه الرأي العام، وهكذا للصحافة وظيفة. فالمعنى الرابع للصحافة هي بالوظيفة، تتعلق بالوظيفة التي تؤديها، الصحف التي تؤديها الجرائد في المجتمع الحديث، أي وذلك بكونها رسالة، كون الصحف رسالة تستهدف خدمة المجتمع والإنسان، لابد أن تكون الغرض الهام وراء الصحف والجرائد خدمة المجتمع، فهذه هي الوظيفة الهامة الذي يعيش فيه، معنى أي خدمة المجتمع التي تعيش فيه الصحيفة، فهذا المراد بخدمة المجتمع. فهنا أربع معان، للصحافة، الأول معنى بحرفة، وثانيا المعنى بالمعنى المادة، وكذلك بالمعنى الشكل، وكذلك بالمعنى الوظيفة. ف
فهذه المعاني كلها تتعلق بالصحافة إما من جانب أو من جانب آخر. فمن هذه التعريفات، هناك تعريف وقد سبقنا الذكر التعاريف مختلفة اصطلاحيا ولغويا للصحافة، ولكن هذه التعريفات كلها لمست جميع جوانب الصحافة. فهنا أديب مروه يقول هنا للصحف مفهوم الثلاثة، للصحف للصحافة مفهوم الثلاثة. وكذلك فاروق أبو زيد يقول للصحافة أربعة معاني. فعلينا أن نعرف من هذه المفهومات ومن هذه المعاني التعريف الجامع للصحافة.